صلوا معي عالنبي محمد، اللهم صل عليه وعلى آل محمد، زيدوا بالصلاة عليه. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. وانت عم تتابعوا فيديو اليوم بحبكم كتير واشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد، وبتشكركم من كل قلبي على 17,000 مشترك. ما بعدكم مشترك عن جد على 17,000 اللي زادوا بعيلتنا، عن جد بعدكم انه عيلتي التانية، بحبكم كتير وبتشكركم من كل قلبي. للي كانوا عم يتابعوني وهن معي من زمان واللي عم يتابعوني هلا، بتشكركم كتير، بتشكركم على لايكاتكم وكومنتاتكم وعلى كل شيء عم تقدموا لي، وعن جد وانا كمان بحبكم كتير والله، ومو عارفانه كيف اتشكركم. وهلا اليوم رح اشارك معكم فيديو حلو كتير، بس في كتير صبايا عم بتشوفني وما عم تشترك، شو منتظرين؟ شايفين هذا الزر الاحمر؟ اضغطوا عليه وحطوا لي لايك من ايديكم الحلوين، مشان انا كل ما انزل فيديو ينزلكم يعني تشوفوا انتم جديد. وكمان بنفس الوقت انا كمان صايره من جديد عم بتفاعل على الانستغرام وعلى التيك توك. هلا طبعا انا ما بحبهم بصراحه هذول الاثنين زياده، بس اما انه هيك صايره عم نزل عليهم قهوه وستوري وهيك. فكمان اذا حابين تابعوني رح تلاقوا الروابط بصندوق الوصف تحت. هلا مثل ما شايفين اليوم عم بجهز القهوه، رح اشرب القهوه ورح اروح عند اهلي. هلا جاي اختي من بطمان مشان عرس ابن عمي اللي كنت زياره عنده. كمان انا شاركت معكم كل اجوائي وهيك وقت اللي كنت عنده، رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. كمان للبنات اللي بيحبوا يشوفوا الفيديو رح يلاقوا بصندوق الوصف. طبعا انا شاركت اكثر من فيديو عنده. هلا مثل ما شايفين جهزت الاولاد، اليوم في شويه هواء، الجو اختلف شوي صغيره عنا، لسه عنا صيف، يعني الجو عنا شوب، ما مثل انتو يعني. في كتير بنات عم بيقولوا لي انه ما عندكم برد، لا والله نزلت عنا يومين بس مطر، الاحد والسبت كان في مطر وتمام، الجو كتير شوب، حتى امبارحه كان كتير شوب، يعني عرفتوا انه ما الجو لسه ما برد عنا. وهيك هاي الاجواء. ويلا هلا بعد ما جهزت الاولاد اخذتهم وراح اروح سوا عند اهلي وراح اشارك معكم هاي الاجواء. مثل ما شايفين وصلت عند ماما، ما شاء الله كان الاكل جاهز، الله يرزقهم يا رب. شايفين هدول الوردات، هدول بالبراي بالجزر والخيار، عن جد كتير حلوين. انا مشاركه معكم فيديو طريقه الزينه، كمان راح احط لكم اياه بصندوق الوصف وباول تعليق، راح اثبت لكم كل الفيديوهات باول تعليق لانه في بنات ما بتعرف صندوق الوصف. ومثل ما شايفين كانت ماما عامله سفرجليه وفريكه ورز وكبسه، طبعا الكبسه والسفرجليه على طلب اختي، وهلا كانوا هداك الوقت صلانين يعني. وما شاء الله انا جيت وكانوا هيك عم جهزوا بيسكبوا الاكل وهيك، وطبعا ما ساعدتهم، صورت وبعد الاكل ساعدتهم. واكيد كل ما بجي عند اهلي بهيك موقف يعني لازم انه انا مستحيل يعني انه ارجع على البيت، رح اضل عندهم رح اشارك معكم كل الاجواء. بس حبيت هيك اصور لكم شوي من التجهيزات ومن هيك طبخات ماما، الله يخلينا اياها ويخلي امهاتكم جميع، وان شاء الله هيك يجمع كل حدا مع اهله يا رب. بضل بدعي لكم هالدعوه لانه ان شاء الله في كثير بنات انه بعيدين هن عن اهاليهم وبتمنوا يشوفوا أهلي. ان شاء الله يا رب هيك عن قريب. ورح اشارك معكم فيديو مثل ما طلبتوا مني. هلا اختي جاي مشان عرس ابن عمي، تمام، عفوا مو ابن عمي، اولاد عمي، كمان عم خربط لانه متعوده على العريس واحد ما اثنين. فاختي اجت مشان تحضر العرس ومشان هيك اشارك معكم هالاجواء. مثل ما شفتوا انا شاركت معكم فيديو جيبان اللي جهز، وهلا رح نشارك التحضيرات وهيك. هلا بصراحه هو صار وصورت مشان هيك انا كنت ملتيه هالكم يوم يعني، تمام. فانا مصورت لكم، هلا رح امنتجهم وانزلهم، يعني العرس صار وكله صار ومد البيت والجهاز يعني العرايس وكل شيء، كل شيء صار. هلا هون صورت كان رح يروح جوز اختي ونحن رح نقعد بقى ناكل نشرب قهوه، ناكل قهوه معلش عدوة هاي، ما جوز اختي، ابن اخوه لجوز اختي هو اللي جابه، لانه جوز اختي بصراحه مو فاضي يعني، بس هو رح يجي ياخذها. بس حاليا لهلا هي عنا لسه يعني، وفي كتير فيديوهات وكتير اجواء مع بعضنا رح اشاركها معكم سوا. بس مثل ما قلت لكم صار العرس وصار المد الجهاز وكليته، بس الصراحه يعني مثل ما شايفين انه
أنا كنت مشغولة شوي ومضغوطة، وبتشكر البنات كمان كتير كتير على مباركتهم لإلي. الحمد لله الحمد لله إنه أنا نجحت بالشهادة، عن جد كتير ألف الحمد لله. وبتشكر كل بنت إنه باركت لي وكتبت لي بالتعليقات، لأنه أنا نزلت على القصة يعني إنه إنه أنا نجحت بالشهادة. فبتشكركم كتير كتير من كل قلبي، بتشكركم على تعليقاتكم الحلوة، وإن شاء الله رح أنزل فيديو كامل وبالتفصيل عن اللي سويته كليته، يعني عن الوراق اللي قدمتها وش اتكلفتني واللي سويته وشلون درست كتير، لانه اجاني تعليقات كتير كتير ما توقعت انه يجيني كل هالتعليقات. فان شاء الله عن قريب كتير رح اصور فيديو بكل التفاصيل وانزلكم اياه، لانه انا ذات انا مصورة يعني رح امتجن وانزله. هلا مثل ما شايفين كمان سوينا هون الهيطلية. طبعا انا مشاركة معكم الطريقة، ليش ما بشارك معكم الطريقة؟ لانه يعني بحس انه طيب مشاركتها معكم قبل رح يطول الفيديو كتير انه اذا شاركتها معكم، مشان هيك بحب اختصر. يعني هلا وقت اللي بتكون اكلة ماني مشاركتها معكم قبل، تمام بحب انه اشاركها معكم، بس مشان هيك بحاول انه قدر الامكان انه اختصر. بس بعيشكم معي الاجواء، انتو بتقولوني نزلي، عن جد كتير احيان بقول انه ما بدي انزل هيك فيديو، يعني انتو اي شو الفايدة اللي رح تاخذوها من الفيديو؟ عرفتوا؟ فانتو بتطلبوا مني كتير، بتقولولي لا نازلي وشاركي معنا اجواءكم وبتعيشينا بهيك اجواء العيلة وبتعيشينا بأجواء سوريا. فوالله مشان هيك بنزل كتير فيديوهات، اللي أنا فيديو مثلا ما في منه فايدة، ما رح تتعلموا منه شيء، عن جد إنه أنا ما بكون إنه بحب إنه أنزله. عرفت أحيانا بتأخر بالفيديو بقول يا الله طيب ما فيه فايدة، يعني إنه إيش رح أنزل بالفيديو؟ عن جد والله أكتر الأحيان إنه تأخيري بيكون هذا السبب. وهلا مثل ما شايفين صارت الهيطلية جاهزة، عن جد كتير طيبة، بنصحكم تجربوها للبنات اللي ما مجربينها. وانا مثل ما قلت لكم رح اثبت لكم كل الفيديوهات اللي حكيت عليهم باول تعليق مثبت وبصندوق الوصف. وهلا رح ننزل شوي الاولاد على الحديقة مشان يتعبوا يعني ويناموا شوي، رح يلعبوا شوي. نزلت انا وماما وقعدنا انا وياها، صرنا نحكي، عن جد كتير انبسطت معها. واخواتي فوق كانوا عم بيلموا بيجهزوا هيك البيت، وانا والماما والولاد يعني نزلنا لتحت، صرنا نلعب الولاد شوي ونحكي انا وياها. الله يخلي لي اياها يا رب، عن جد الام كتير شيء حلو بالحياة، عن جد والله شقد من حكيت انه يعني حاولوا قدر الامكان انه هيك ما تروحوا ولا دقيقة من هيك من محبتكم لأهلكم، من قعدتكم معهم، من لأنه عن جد الأم شي كتير حلو مستحيل أنه يتعوض. يعني الله يخلي لي إياها يا رب ويجمعكم مع أمهاتكم يا رب. وهيك هي كانت الأجواء، وهلا يلا رح نطلع لفوق ورح أكمل السهرة مع أخواتي ورح أحكي لكم فوق هيك كيف بتكون جمعتنا. ويعني عن جد ما مننام أبدا وقت اللي بيكونوا هون إخواتي يعني، ورح أقعد معهم مستحيل أنه ننام، يعني ما في نوم للصبح. وهيك وبس إجت أختي، هلا رح تسألوني كم أخت عندك، أنتوا بتسألوني كتير، نحن أربعة، أنا عندي أربع خوات وفي عندي أخين وبابا وماما الله يخليهم يا رب. تمام، يعني أنا عندي أربع خوات وأخين، نحن هدول كليتنا متزوجين كليتهم، بس عندي وحدة صغيرة قد بنتي الصغيرة، يعني أنا أكبر وحدة فيهم، ومن بعدها بيجوا في بنت شاب هيك يعني إنه ورا بعضنا، بس أنا أكبر وحدة من بيناتهم. سكرة سكرة بنوتة حلوة صغيرة، تشوفوها تقولوا قمر نزل علينا من السما. سكرة سكرة بنوتة حلوة صغيرة، تشوفوها تقولوا قمر نزل علينا من السما. سكرة 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 بنوتة حلوة صغيرة، تشوفوها تقولوا قمر نزل علينا من السما. دي حكاية في رواية وكأنها حاجة خيال، وجمالها بيتدرس زي الكتاب ما قال. سكرة 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 بنوتة حلوة صغيرة، تشوفوها تقولوا قمر نزل علينا من السما. سكرة شطورة تنجح تطلع الأولى، وعارفين لما هتكبر هتبقى أكبر دكتورة. عسولة بونبونة وفي شقوتها مجنونة.
مثل ما شفتوا شاركت معكم أطيب قهوة بالعالم، طبعا لأنه كانت مع خواتي ومرت أخي، هي كنا آخر الليل قاعدين سوينا القهوة وشربناها سوا، وهلا كمان أختي رح تسوي لنا عصير. هلا رحت هذا النعناع حطته بهالشكل والليمون، طبعا هي ومرت أخي كانوا عم بيسوون هديك، عم بتجهز للغراض وأختي عم بتطبقهم، وأنا علي أصور، وأختي الثانية كانت جوا بالغرفة مثل مو شايفين هيك، حطيت هذا الصودا. وهون شايفين الوقت يعني تقريبا الساعة 3:30 4 الصبح هيك شي يعني بهالوقت تقريبا. هلأ فيك بأي عصير صودا، يعني بأي صودا انه فيك تسويها، هلأ هي سويته بليمون، انت فيك بأي نوع يعني انه تسويه بتشكلي. قطعت هيك بكر نعناع، وهلأ رح تطحن شوي من نعناع وتعصر ليمون. هلأ أكيد رح أشارك معكم طريقة، شايفينه بالليمون هي جايبته، يعني الصودا جايبته بالليمون ورح تسويها. عن جد كتير طيب حبيته، يعني إنه هيك بتحسي نكهة حامضة على حلوة على ما بعرف كيف، عن جد كتير طعمته طيبة. هلأ حطيت الليمون ونعناع هون بقلب هذا، وحطيت فيه شوية تلج، هلأ رح تحط لها كمان تلج وتكت الصودا مثل ما شايفين هيك شكلها. حلو الدنيا وانتي حدي، لما ايدك تلمس خدي حس بجني بلا حلاب، زندك دافي وحلم خدي، نبعيد عيونك علي جنون وغير وحني، موت وشوفك زعلاني حتى هلا مثل ما شايفين ان شاء الله الف صحه. وهنا بعد ما شربنا عصير اسمه هذا موهيتو، هذا العصير فيكي تعمليه بالسفن اب كمان انه بدل الصودا انه سفن اب، واكيد بعده شربنا قهوه وهيك. وقلت لكم هلا تصبحوا على خير، وهلا برجع بقول لكم صباح الخير عن جديد. هلا فقنا الصبح رح نجهز فطور، اكيد رح يفطروا الاولاد ورح ننزل، رح ارجع على بيتي، يعني انا رح اجي على بيتي لانه بيكون عندنا كتير شغل وكتير تجهيزات وهيك. بصراحه يعني انه ما في عندي نزله سوق وهيك، بس اختي رح تنزل، ورح تنزل مع ماما اللي جاي جديد، رح تشتري هي اغراض، انا ما في عندي، في عندي يعني اغراض وعندي كل شيء وحتى لاولادي، ويعني انه ما رح احتاج لنزله سوق، عرفتوا؟ واكيد رح اشارك معكم الاغراض اللي رح نلبسها وكل شيء، كل شيء رح اشاركهم معكم بالفيديوهات القادمه. عن جد انتظروني، والله ما حاطول عليكم. هلا شفتوا ما عم طول كثير، بس مثل ما قلت لكم انا التهيت شوي، فمشان هيك تاخرت بالمونتاج، اللي محاوله يوم اي يوم لا انزل لكم فيديو. يعني قلت لكم انه انا صايره كتير شطوره، واللي وصلت معي لهلا لهون تكتب لي تحت بالكومنتات تعليق حلو مثل وتقلي انه هي وصلت معي لهون. شوفوا لي على هالعسل هذا، بدها تروح معنا، قال انه بدها تروح معنا، بدها تنزل معنا، مو بدنا نروح على البيت، بدها تروح معنا، خلي لي قلبها. بس كان في حواليها كتير اصوات، كنت عم بسجل والله صوتها وانا عم بحكي معها، بس في كتير حوالينا اصوات فما وضح صوتها على السوا. هاي بنت اخي جيسيكا، الله يخلي ولادكم يا رب، كتير بتحب تتصور لانه بتتفرج علي على الشاشه، بتقلي عمامه صوريني، فبكل فيديو بكون عندهم بحب اصورها. بالنسبه لبلوزتها قصيره شوي عند بطنها، يعني البنت صغيره عمرها 3 سنين، قبل هالمره طالعتها هيك جاني كتير تعليقات انه على بلوزته وعلى بلوزته وعلى هيك، يعني كتير عادي مثلا البنت صغيرة، وين المشكلة انه اذا لبست هيك؟ يعني ما بعرف، كتير استغربت يعني، تمام، ما انه هي هالكبيرة لحتى انه تنتقدوها انه بلبسها او شيء، كتير صغيرة عمرها 3 سنين يعني، فكتير عادي يعني انه اذا كانت بلوزتها قصيرة ام طويلة، وذاتا هي وين بتروح يعني. فما بعرف، كل واحد له رأيه وكل واحد حر برأيه يعني، بس انا بالنسبة لي انه البنت كتير صغيرة وعادي يعني، اكيد وقت اللي بتكبر نحن محجبين ونحن لابسين وكل شيء. وجاني تعليق كمان على بنتي الكبيرة انه ليش لهلا ما حيطيل على راسها، انا بنتي صغيرة وان شاء الله كنت ناوية على الشتا هلا رح اعمل لها اكيد حفلة ورح اشاركها معكم، وحفلة حلوة كتير، ورح احط لها الحجاب فيه مشان هيك يضل لها ذكرى حلوة وتفرح عليها. على فكرة بنتي مواليدها 2011، يعني بنتي كتير صغيرة، بس اما هي ما شاء الله طويلة وهيك
ونشوة كويس يعني، لو والله هي صغيرة. وإن شاء الله حتى أنه أنا كنت ناوية على هلأ على الشتاء إن شاء الله رح أطلع راسها، مثل ما قلت لكم رح أعمل لها حفلة الحجاب، وكتير هيك رح أعمل لها أجواء حلوة، وأكيد رح أشاركها معكم كليتها. وهلأ بقلكم لهون انتهى الفيديو، استنوني فيديو جديد، وبحبكم كتير، وهلأ بقلكم يلا سلام، وأسف كتير إذا عم طول عليكم، وانتظروا الفيديوهات الجاي عن جد كتير حلوين، وهلأ بقلكم يلا باي. صلوا معي على النبي اللهم صل عليه وعلى آل محمد، زيدوا بالصلاة عليه. صلوا معي على النبي اللهم صل عليه وعلى آل الصلاة عليه، زيدوا بالصلاة.